ما هي الحشرة التي خلقت من الزجاج؟ الجواب هو النملة. ما هو الحيوان الذي خلق من الشيطان؟ الجواب هو الإبل. ما هو الحيوان الذي خلق من الخشب؟ الجواب هو الحية. ما هو الحيوان الذي خلق من الحجر؟ الجواب هو الناقة. ما هو الحيوان الذي خلق من الريح؟ الجواب هو الحصان. ما هي السورة القرآنية التي تخلو من البسملة في بدايتها؟ سورة التوبة. ما هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سورة العلق. ما هي السورة التي تعد أم الكتاب؟ سورة الفاتحة. كم مرة جاء ذكر الجنة في القرآن الكريم؟ مئة وتسعة وثلاثون مرة. ما هو الحيوان الذي يحس بالزلازل قبل وقوعها؟ إنه الكلب. ما هو الشيء الذي يجري ولا يمشي؟ إنه الماء. ما هو الحيوان الذي يخاف من الماء؟ إنه القط. ما هو الحيوان الذي يسهل على الناس حياتهم؟ إنه الحمار. ما هو الحيوان الذي يبر والديه ولا يخون زوجته؟ إنه الذئب. من هو النبي الذي لا زال حيا؟ الجواب عيسى عليه السلام. من هو النبي الذي يعتبر خاتم الأنبياء والمرسلين؟ الجواب محمد صلى الله عليه وسلم. من هو النبي الذي صام عن الكلام ثلاثة أيام؟ الجواب زكريا عليه السلام. من هو النبي الذي ألقى به قومه في النار؟ الجواب إبراهيم عليه السلام. من هو النبي الذي تربى في بيت فرعون؟ الجواب موسى عليه السلام. ما هي المادة التي يصنع منها الزجاج؟ الجواب هو الرمل. ما هي الشجرة التي أكل منها سيدنا يونس عندما خرج من بطن الحوت؟ الجواب هو شجرة اليقطين. ما هي الدولة العربية الوحيدة التي لا يوجد بها كنائس؟ الجواب هو السعودية. ما هو الحيوان الذي يتحول من ذكر لأنثى؟ الجواب هو الضبع. ما هو أول طعام يتم تقديمه لأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منها؟ الجواب هو كبد الحوت. من هو أول شخص سجد لإبليس؟ إنه النمرود.
من هو النبي الذي لم يمر من مرحلة الطفولة؟ إنه آدم عليه السلام. أين تقع مملكة سبأ؟ تقع في اليمن. ماذا كانت آخر وصية للرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته؟ إنها الصلاة. ما هو الحيوان الذي لديه بصمات شبيهة ببصمات الإنسان؟ الجواب: الكوالا. ما هو أكبر أنواع القطط في العالم؟ الجواب: النمر. ما هو الطائر الذي يعتبر رمزا عالميا للسلام؟ الجواب: الحمام. ما هو أسرع المخلوقات البحرية؟ الجواب: المارلين. ما هو الحيوان الذي لديه أقوى ذاكرة؟ الجواب: الجمل. من هو النبي الذي كان أبوه كافرا؟ إبراهيم عليه السلام. من تكون السيدة آسيا؟ إنها زوجة فرعون. ما هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى أبدا؟ أن يشرك به. من هو آخر المخلوقات موتا؟ إنه ملك الموت. من هم وقود النار؟ الناس والحجارة. أكمل الحديث النبوي: من صلى دخل الجنة؟ البردين. كم هي مدة حكم المهدي المنتظر على الأرض؟ 7 سنوات. كم مرة ذكر اسم حواء في القرآن الكريم؟ 7. لم يذكر. من هو الصحابي الذي نزل في جنازته 70,000 ملك؟ سعد بن معاذ. شكرا على المشاهدة. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لفيديوهاتنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.